اليوم راح أشرح لكم عن Context Free Grammar. إيش هي Context Free Grammar؟ هي is a more powerful method of describing languages. تاني إشي اللي Context Free Grammar, I can represent regular languages with Context Free Grammar. يعني Context Free Grammar أعم من regular language. وثالث إشي اللي هي أي شيء بمثله بالContext Free Grammar بسميه Context Free Language. ورابع إشي ال context free grammar closed under or concatenation and closure. هاي كتير مهمة بتيجي على بالامتحانات ك true false أو اختياري. خامس إشي اللي هي قواعدها. فرضا إنه هذا المثال عندي, تمام, عندي ال v بتساوي ال variables الموجودين بال rule. فعندي ال variable هان هو ال s, أي شيء capital هو variable, فعندي ال S هي ال variable. تاني إشي ال alphabet عندي ال A وال B وال R اللي هي ال rules, set of rules. ال rule عنا هي هاي, طبعا في أمثلة لبعدين بتكون أكتر من set of rules, فبنحط إنه بس بنأشر عليهم هذول كلهم هم set of rules. ال S عبارة عن ال start variable. هاي عنا ال start variable اللي هي هاي. بالعادة بالسؤال بيكون محدد لنا شو الستارت فاريبل, بس هان بس اشرح لكم شو هو بيكون الستارت فاريبل اللي هو اللي ببدا منه القاعدة او ببدا منه الاشتقاق. طيب هلا عندنا انواع للاشتقاق, عندنا رايت وليفت وتري, رايت موست ليفت موست وتري. فالاشتقاق فرضا عندي هذا المثال وبدي اشتق منه اي بي اي بي. رح نبدا بالاشتقاق بالليفت اول شيء لانه هو اكثر نوع مستخدم. فعندي لو بدي اشتق اي بي اي بي رح اشتق اول شيء هذا الجزء, تمام, اس اس. طيب بعدين ايش بعمل؟ بشتق من الجزء الاول, يعني لازم اخلص من الشمال كل شيء بعدين يعني بمشي من الشمال لليمين. فعندي اول جزء الاس هاي لازم اخلصها, فبشتق هاي كثاني جزء, يعني هيك اي اس بي S. لسه عندي بالشمال هاي الاس لازم اخلص منها, فبقدر اعمل هيك A لامدا, اشتق اللامدا هان, تمام, B S. بعدين تاني اشي بدي اخلص هاي الاس فبرجع اشتق A B اللي هي هاي A لامدا B A S B. بعدين بشتق عن الاس الاخيرة هاي برضو كمان مرة لامدا A لامدا B A لامدا B. طبعا اللامدا بتعتبر empty string فبالأخير بصير A B A B. هيك أنا اشتقيتها بال left most. هلا لو ال right most برضو حنرجع من هاي ال SS, رح أشتق من هان, حبدأ من هان, فرح أشتق S A S ال B. بعدين A sorry S A لامدا ال بي, تمام, بعدين اس سوري بعدين بعمل اي اس ال بي اي لامدا ال بي, بعدين برجع اشتقها وبعوض عنها بلامدا اي لامدا بي اي لامدا بي, اخر شيء تطلع اي بي اي بي. هيك خلصت الاشتقاق بالرايت موست, انه ببدا من اليمين بخلص الاشياء من اليمين للشمال وبالشمال بالعكس من الشمال لليمين. التري ببدا من اشتقاقي انه اخذ الاس اللي هي الستارت فاريبل, سوري الاس اللي هي الستارت فاريبل, بعدين بشتق منها كان اس اس, تمام, ومن الاس برجع اشتق اي اس بي, نفس الشيء من هان اي S B. بعدين ال S بشتق منها لامدا وال S هاي بشتق منها لامدا. هيك الاشتقاق بالتري. أول شيء عندي examples وهدول ال examples بدي أمثلهم بال context free grammar. هدول ال examples نبدأ بأول واحد, عندي ال J بتساوي ال I or ال I بتساوي ال K. معناها إنه بدي ال A بتساوي ال B في أول حالة أو إنه ال A بتساوي ال C. خلينا أول شيء بما إنه بينهم أو or قصدي, ف أول شيء خلينا نعمل start variable. بدي أختار two variables يمثلوا الجزء الأول والجزء الثاني. أول variable بدي إياه مثلا سميته r رح يمثل جزء ال j بتساوي ال i, وال t رح تمثل ال i بتساوي ال k. هلا بعدها رح أروح أعمل ال r إنه تمثل أول جزء. فمهم هان عندي الترتيب, فبدي أمثل أول شيء عشان يجوا بالترتيب ال A. ال A راح تمثل انه ال A وال B بتساوي بالعدد, وال B راح تنهي ال C.
يعني هي حتكون نهاية السي، هي بتمثل السي، عشان يجي بالترتيب ما يتلخبط الترتيب. فعنا A راح تساوي A A capital ال B، تمام، انه اضل لي اكرر فيهم، وبعدين عندي اللامدا، تمام، اني اضلني اكرر فيهم زائد ما بدي، وبس اخلص التكرار بستخدم اللامدا عشان انهيهم. بعدين عندي البي عبارة عن سي البي، ليش حطيت بي كابيتال هان؟ عشان لو بدي اكرر السي برضو، بعدين بنهيها بلامدا. هلا لانه ما في مكان هان، بس خليني اكتب الرول التي هان، تمام. تي هي انه بدي اساوي عدد الاي مع السي، فبس بدي اي تي سي و ام. الام راح هي راح تمثل البي. هلا بعد ما اخلص كل هذا، تمام، راح اعوض عن التي بام. هلا بشرح لكم لما نعمل اشتقاق ليش انه حطيت التي هيك. الام راح تساوي بي الام، بحيث اني اكررها قد ما بدي، وبعدين بنهيها بلامدا. هلا لو بدي اشتق انه فرضا انه بدي اساوي عدد الاي مع السي، اي اي بي 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 واحدة مثلا، سي سي، تمام. لو بدي اشتق، اول شي راح نبدأ اشوفها انه هي اصلا بدي جزء التي، انا ما بدي جزء الار لانه الار كانت تمثل الجي، الاي بتساوي البي، انا بدي جزء التي اللي هو الاي بتساوي السي، فبروح على طول للتي. اول شي عندي اي تي سي، هاي اول واحدة، كمان بكررها مرة تانية عشان بدي تنتين اي وتنتين سي، فاي اي تي سي سي. هلا التي بدي اعوض عنها بالام، اي اي ام سي سي، والام برجع اعوض عنها بالبي ام، هيك اي اي بي ام سي سي. اخر شيء الام هاي راح اعوض عنها لامدا، وراح يطلع معي اي اي بي سي سي. هيك بشتق بالرول، بس انه لانه مهم الترتيب عملت القاعده هيك. هلا تاني اشي عندي اللي هي A حرق ال A بيساوي ال B، يعني كل ما اجت A لازم تيجي B، فهاي سهلة، S بتساوي A S ال B و لامدا، تمام. هلا هاي نفس هاي، بس الفرق بينهم انه هاي ما فيها مساواة، هاي فيها مساواة. هلا اذا ما في مساواة، او قصدي في مساواة، بنستخدم اللامدا. اذا ما في مساواة بنهي الشرط بالقاعدة. يعني عنا القاعدة عبارة عن A بتساوي B، فبس بعمل هيك A S B، ونهاية القاعدة اللي هي A B. طيب هلأ الإكزامبل الثالث عبارة عن أقواس. فرضا أني أنا بدي أمثل قاعدة أو شرط بيعمل لي أنه أفتح قوس وأسكر قوس، فنحكي أنه فتحة القوس راح تساوي A، تسكيرتها راح تساوي B. يعني إيش معناها؟ أنه كل A لازم تيجي معاها B، هيك، تمام. هاي معناها انه كل A بتيجي معها B، فرح يكون القاعدة بس عبارة عن A، سوري، قاعدة عبارة عن S A S ال B، وهان S S، بحيث انه لو بدي اعمل قوسين جوا بعض زي ما انا عاملة هان، اكتر من قوس جوا بعض، او زي هيك، خليني اشرح لكم انه زي هيك، قوس كبير وقوس صغير، فبستخدم هاي ال اس اس. واخر شيء لامدا عشان اخلص الشرط. هلا اخر شيء اللي هي numbers of a in w بتساوي numbers of a in b in w. هلا لو تلاحظوا هاي بتختلف عن اللي فوق، ليش؟ لانه هان ما بهمني الترتيب، حكينا ال w ما بهمني الترتيب، بما انه هان كان ذكر لي ايش ترتيبهم، ال a اول بعدين ال b، هان الترتيب مش مهم، فايش بعمل؟ بدي احصر كل الاحتمالات. عندي أول احتمال إنه الـ A أول، عندي تاني احتمال إنه الـ B أول، تمام، وآخر احتمال إنه أعيدها أكثر من مرة، الـ B تيجي قبل، تيجي بالوسط، تيجي بالهاي، ما بتفرق، فـ S S عشان الاحتمالين، بعدين لامدا. هيك بخلص الهاي.